السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام طاجن، وان شاء الله النهاردة مكملين شرح قواعد اللغة الإنجليزية من كتاب English Grammar in Use، الأفضل على الإطلاق كمحتوى إنك تتعلم منه قواعد اللغة الإنجليزية. والنهاردة معانا الوحدة 71، ما زلنا مع درس الأسماء المعدودة والغير معدودة الجزء الثاني. تمام، رجاء لو أنت ما كنتش شفت الحلقة اللي فاتت أو الوحدة اللي قبل دي اللي هو الأسماء الغير معدودة والغير المعدود والغير معدود اللي هو الوحدة 69، رجاء قبل ما تكمل الفيديو ده شوفها الأول وبعد كده كمل الدرس ده، لأن الدرس ده هو تكملة بسيطة للدرس اللي فات. كل الشرح بالنسبة للقاعدة دي كان في الدرس اللي فات. درس النهاردة عبارة عن هل هناك أسماء تحتمل إنها تكون معدودة وغير معدودة في نفس الوقت؟ يعني هل الاسم ممكن يجي معدود وغير معدود؟ ده اللي هنجاوب عليه في درس النهاردة إن شاء الله، وهنعرف مجموعة من الكلمات مع غير معدودة فقط. هذا وبالله التوفيق، ولنبدأ يا سادة كالعادة لا ننسى دعم المباشر، لايك، تعليق جميل منك، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من الإشعارات بالنسبة للحلقات القادمة إن شاء الله. وإذا أردت المناقشة أو تعليق على أي جزئية في الدرس، رجاء اكتب الوقت الخاص بها في التعليقات تحت. وأخيرا هناك الكارد، البطاقات فيها كل حلقات English Grammar in Use مرتبة من أول الكتاب لآخره بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، ولنبدأ يا سادة شرح الدرس. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مع Countable and Uncountable Part 2. طبعا وصلوا على الأسماء المعدودة والغير معدودة. أوكي، Section E هو إجابة السؤال على طول. Many nouns can be used، العديد من الأسماء يمكن استخدامها as countable or uncountable nouns، كأسماء معدودة وغير معدودة. يعني إحنا في عندنا أسماء تقدر تبقى معدودة وغير معدودة؟ نفس المعنى؟ ما أعتقدش. Usually عادة with a difference in meaning، باختلاف في المعنى. اختلاف في المعنى، طب ايه اختلاف كبير؟ نشوف. Compare، قارن كل الجمل اللي في الصف هنا معدودة والجمل اللي في الجنب الآخر uncountable غير معدودة. هناخدهم جملة جملة واحدة واختاروا صدها. اوكي، Did you hear a noise just now؟ هل سمعت ضوضاء؟ A noise just now؟ لا، انت عارف كلمة noise بمعنى ضوضاء، انما هنا a specific noise يعني الصوت اللي طلع فجأة ده، يعني في حد. Did you hear a noise just now؟ سمعت صوت دلوقتي؟ A noise just now. اوكي، لو انت عايز توضحني في حاجة. طب شوف كده الجملة قصادها، I can't work here، انا ما اقدرش اشتغل هنا. There is too much noise، يوجد ضوضاء كتير. Too much noise، not too many noise، ما اقولش too many noise. ليه ما حطيتش too many noise؟ هنعرف بعد كده ان شاء الله في قاعده بعد فتره ان كلمه تو ممكن يجي معاها ماتش وممكن يجي معاها ميني. يعني اقول تو ميني، ممكن اقول تو ماتش، ولكن زي ما انت في الجدول لو انت كنت عملته معايا الحصه اللي فاتت او الدرس اللي فات، احنا قلنا ان الميني بتيجي مع الكاونتبل الجمع المعدود الجمع، والماتش بتيجي مع الكاونتبل انا اسف، الماتش بتيجي مع الانكاونتبل الغير معدود. فانا عندي هنا كلمه نايز غير معدوده، فجي معايا كلمة ماتش، فقلت تو ماتش نويز اللي هو ضوضاء، يعني في ضوضاء مستمرة وكتيرة وعموما، اوكي جنرال. انما هنا انا بتكلم على سبيسيفيك نويز، صوت معين طلع، اوكي. فانا قدرت اخلي كلمة نويز كاونتبل واخليها انكاونتبل، ولكن ان ديفرنس ان ا ديفرنت مينينج، في اختلاف في المعنى. اوكي، شوف الجملة التانية، الكلمة اللي ممكن تنفع كاونتبل وانكاونتبل مع اختلاف المينينج، المعنى ايه؟ I bought، انا اشتريت a paper to read، انا اشتريت a paper to read. paper هنا معناها newspaper، انا اشتريت جريدة، انا اشتري ورق عشان اقرأها؟ لا، انا اشتريت جريدة. يعني بدل ما اقول I bought a newspaper ممكن اقول I bought a paper، الورق، انا اشتريت الورق. I need some paper to write on، انا محتاج اوراق اكتب عليها. هجيب جريدة المرة دي؟ جرايد اكتب عليها؟ لا، انا عايز ورق فاضي بقى، paper العادية. كلمة بيبر، بيبر غير معدود، اوكي مفيش بيبر.
material for writing on mad او ادوات للكتاب عليها. اوكي. There is a hair in my soap. Oh yeah. There is a hair. You got شعرايا in my soup. في الشوربة بتاعتي. في الحساء. One single hair. شعرايا واحدة. طبعا مش ده. شعر طويل شوية. You have got very long hair. انت عندك شعر طويل. شعر. الشعر طبعا غير معدود. Not hairs. مفيش حاجة اسمها hairs. All the hair on your head. كل الشعر اللي فوق راسك. Okay. You can stay with us. يمكنك أن تبقى معنا. There is a spare room. يوجد غرفة فاضية. A room in a house. A room in a house. You can sit here. ما تقدرش تقعد هنا. There is no room. ما فيش مكان. هي كلمة room في الغالب هي أي معناها حجرة غرفة. ولكن هي في الغالب بتيجي بمعنى مساحة مسافة مكان. Okay. There is no room for you. لا يوجد مكان لك. No room for you. Okay. عرفنا الفرق ما بين كلمة room هنا a room in a house. غرفة. لو جت غرفة في البيت حطها a room عادي. أو a spare room. لو أنت بتتكلم إن ما فيش ليك مكان تقعد فيه يبقى أنت هنا بتتكلم على كلمة room إنها uncountable غير معدودة. يعني ما ينفعش اقول you can sit here ما تقدرش تقعد جنبي هنا او جنبي there is no room for you or there isn't a room for you يعني ما فيش غرفه ليك عشان يقعد جنبي لا there isn't room for you. Okay. I had some interesting experiences while I was traveling. انا عندي experience حلوه خبره جميله جبت خبرات بينما كنت بسافر او كنت سفر. Things that happened to me اشياء حدثت لي. Experiences. They offered me a job, the job, because I had a lot of experience. هنا experience اللي هو مش الخبرات اللي أنا تعلمتها حاجات معينة تعلمتها أو حصلت لي لا ده هو خبرة حياتي العلم اللي عندي بقى مرة واحدة. Okay. A lot of experience اللي هو الخبرة اللي تعلمتها على مدى حياتي اللي هو المهارات اللي أثقلتني دلوقتي واللي خلتني أقدر في الوظيفة دي. عشان كده هم عرضوا عليا الوظيفة. انما هنا اللي فكرت في الجملة الأولانية I had some interesting experiences while I was traveling بينما كنت مسافر. يعني مثلا أنا رحت عملت كامبينج في بلد معينة فتعلمت هناك how to survive إزاي أنجو مثلا dangerous stuff how can I make fire from nothing إزاي أقدر أعمل نار من غير ولا حاجة. These are experiences خبرات اتعلمتها في حاجات مختلفة. إنما لما تتكلم على life experience لا يبقى انت كده بتتكلم على حاجة in general وديت uncountable غير معدودة. تمام. Enjoy your trip استمتع برحلتك. Have a good time. Have a good time هي كلمة time بتتعد لا بس have a good time انا بتكلم على الوقت اللي انت طالعه للرحلة ده الوقت specific time اللي انت طالعه ده. Okay. يعني have a good time يعني استمتع برحلتك بمعنى اخر. I can't wait انا ما اقدرش انتظر. I haven't got time انا معيش وقت ما عنديش وقت. I haven't got time دي كده ممتازه يعني. I haven't got time انا ما اقولش I haven't got a time انا ما عنديش وقت يعني ايه ما تجيش لانه time كلمه غير معدوده. اوكي نراجع مره ثانيه كده. A noise a paper a hair a room experience a time كلمات دي ممكن تيجي معدود ممكن تيجي غير معدود ولكن مع اختلاف المعنى مع اختلاف المعنى. شوف كده المكتوب لنا تحت الجدول. شكرا. كوفي تي جوس بير كوفي القهوة تي شاي جوس عصير بير اللي هي البير العجة ما اعرفش اسمها بتاعتهم. المهم اتسترا drinks المشروبات are normally uncountable drinks المشروبات عموما غير معدودة. I don't like coffee very much انا ما بحبش القهوة كتير. حلو ما ينفعش اقول I don't like a coffee ده متفقين عليه. جميل جدا. شوف بقى اللي هيحصل معانا دلوقتي. But ولكن you can say يمكنك ان تقول a coffee a cup of coffee two coffees two cups of coffee طبعا two coffees and an orange juice please. ايه اللي حصل هنا؟
اللي حصل هنا ان هو اصبح من الشاي او من الدارج واصبح في اللغه انك تقول كوبايه شاي، كوبايتين شاي، هات اتنين شاي، اتنين شاي، اتنين شاي، اتنين قهوه. خدت بالك؟ فالسوائل انت ممكن تمشيها ولكن ما هياش قاعده ثابته. الاساس ان السوائل غير معدوده، الاساس ان السوائل غير معدوده، والافضل لما تيجي تخليها معدوده انك ما تستخدمش كلمه اقفي زي ما هو مكتوب. هو بيقول لك but you can، اوكي ما فيش مشكله، ولكن انا افضل انك تستخدم a cup of coffee. two cups حاول تتجنبها وحط two cups of coffee. اوكي ده اللي عندي اقوله لك في الجزئيه ديت. نروح بعدها لسكشن بي. the following nouns are usually uncountable. الكلمات اللي جايه ديت في العاده هي غير معدوده. ممتاز. accommodation مكان تقدر تقعد فيه وتستريح فيه. advice نصيحه. baggage امتعه. behavior سلوك. كل دي غير معدود، يعني كل ده ما بتحطلهمش اس، يعني مش accommodations advices baggages behaviors breads. انسى bread خبز. العيش ما بتعدش، الخبز ما بتعدش، الخبز لا يعد، انما يعني كلمة خبز نفسها لا تعد. ولكن انا عايز اقول ايه، عايز اخليها معدود، اعمل ايه؟ اقول رغيف من الخبز، كده بقت معدودة. رغيف، رغيفين، ثلاث أرغفة، أربع أرغفة، صح؟ سكر، معلقة، a spoon of sugar، spoon of كذا. خليت الغير معدود معدود إن أنا حطيت قدامه وحدة عشان أقدر أتحكم في الوحدة. اتنين، تلاتة، أربعة. كيوس، فوضى، دامج، ضرر. فرنتشر، أثاث، أثاث اللي هو المنزل. ما أقولش طبعاً فرنتشرز، هي كلمة فرنتشر جمع أثاث اللي هو كل حاجة في البيت بقى. information معلومات. luck حظ. luggage زي baggage أمتاع برضو خاصة بالسفر عموما. news أخبار. permission إذن. خلي بالك كلمة news خليها، هي أكيد أهي موجودة هنا خلاص، معلومة موجودة مش محتاجة ولا دلوقتي. news أخبار. permission إذن. progress تحسن أو معالجة أو حاجة بتحصل. سينري مشهد جميل او منظر بديع رائع، وخاصه بيبقى في الكونتري سايدز في الاماكن الريفيه. ترافيك مرور. ويذر مناخ. ايه ده ويذر مناخ؟ ما تقولش ا ويذر، ا ويذر لا، ا ويذر لا، ويذرز لا. ورك عمل او اعمال. اوكي مش سحر. اوكي نشوف بعد ما عرفنا الكلمات ديت وانت ان شاء الله تحفظها. You cannot use a or an with these nouns. هذه أول حاجة. ما تستخدمش الـ a والـ an، ما تقولش an accommodation، ما تقولش an advice، ما تقولش a baggage، أوكي؟ okay؟ إنما تقدر تقول I am going to buy some bread. أنت ليه جبت some؟ لأن some تسبق الاسم الغير معدود، وإحنا حطيناها في الجدول في الحصة اللي فاتت أو في الوحدة اللي فاتت. I am going to buy some bread. أنا رايح أشتري، أنا سوف أشتري بعض الخبز. or او a loaf of bread. انا راح اشتري خبزايه، راح اشتري رغيف عيش او رغيف خبز. اوكي not a bread، ما تقولش a bread انما a loaf of bread. اوكي رغيف من الخبز. enjoy your holiday، استمتع بعطلتك، بالعطله بعطلتك. I hope you have good weather. I hope you have good weather، يكون الطقس جيد او المناخ جيد. ما اقولش I hope you have a good weather، غلط. a good weather يعني ايه؟ هتمسكوا تحددوا كده، تخلينا نكرر واحد، يعني البلد دي مفصولة عن العالم يعني. اوكي these nouns are not usually plural. الكلمات دي في الغالب ما بتجيش جمع. are not usually يعني are not usually so we do not say breads. ما بنقولش breads، ما بنقولش furnitures. Where are you going to put all your furniture؟ أنت تحط فين كل أساسك ده؟ الأثاث أسف مش أساس. أثاثك ده توديه فين؟ السرير والكنب والدولاب هتودي ده كله فين؟ ما أقولش not furniture. Let me know، أعلمني أو سيب لي خبر. If you need more information، لو أنت محتاج معلومات أكتر. معلومات. أوكي؟ Let me know if you need more information. ما أقولش more informations. Okay. News is uncountable not plural.
نيوز الاخبار دي كلمه غير معدوده وما هيش جمع. يعني هي مش معدوده، هي غير معدوده لا تجمع، وهي اصلا كده هي غير معدوده. The news was very depressing. اوكي، كانت محبطه، الخبر كان محبط. The news were، لا خلي بالك، وعموما كل uncountable انت بتعامله زي المفرد، تقول money is، rice is، اوكي، was عادي، ما هي كده كده مفرد، انما are were انسى. نيجي بقى لكلمة travel. اوكي، travel هي فعل بمعنى يسافر، وممكن تيجي noun اسم بمعنى السفر. اوكي تمام، ولكن لما تيجي بمعنى السفر means traveling in general، السفر عموما. uncountable وهي كلمة غير معدودة، اسم غير معدود. we do not say، ما بنقولش a travel، ما بيجيش a travel خالص. لو انت عايز تقصد رحلة او trip باي كده، حاجة كده للخروجة، لا ما تقولش a travel. في عندك a trip وفي عندك a journey، عادي دول بيتجمعوا trips journeys، انما a travel لا، هي travel uncountable، تيجي من غير ادوات، to mean a trip or a journey. okay، they spend a lot of money on travel، هم انفقوا الكثير من المال على السفر او في السفر. خلي بالك a lot of money، ما قالش a money. ها ليه ما قالش a money؟ لان كلمه money اسم غير معدود uncountable، صح؟ فحط قبله اداه تستخدم مع الحاجات اللي تمشي مع المعدود والغير معدود، a lot of. تمام، travel ليه ما حطش a travel؟ لان هو هنا بيتكلم على السفر عموما، احنا انفقنا الكثير من المال في السفر. we had a very good trip or journey، اهو جاب trip journey، حط a very، a اهي حطها هنا، not a good travel، بس ما اقدرش احط بدلهم كلمه travel. بيقول هنا compare these countable and uncountable nouns، هنعمل مقارنه ما بين كلمات معدوده وكلمات غير معدوده. تيجي هنا معدود، ولكن في المقابل لما تيجي تحط غير معدود في نفس السياق لا ما تنفعش، لازم تغير الكلمه وتحط كلمه تانية. نشوف ايه الكلمات وايه الكلمات اللي بتنفع كبديله ليها الجهه الثانيه، عشان لو جالك الجمله وقال لك صحح الكلمه دي المفروض يبقى مكانها ايه، لان هي ما ينفعش تتحط معدود او ما ينفعش تتحط غير معدود. countable ودمت uncountable، دمت معدود ودمت غير معدود. I am looking for a job، انا ببحث عن عمل. I am looking for work، انا ببحث عن عمل. ايه الموضوع؟ انا ببحث هنا على وظيفه، انا ببحث هنا على وظيفه واحده، شغل ليا، حاجه اشتغلها. I'm looking for work، انا ببحث بدور على اعمال، عمل اعمله، حاجه اشتغلها، حاجه ابدا اشتغلها اعملها، مثلا اكتب حاجه، انجز حاجه، اصلح حاجه كنت المفروض اعملها، انما هنا جوب وظيفه. What a beautiful view، يا لو من منظر رائع. What beautiful scenery، مشهد او حاجه بديعيه جميله كده، واو. خلي بالك هنا ما ينفعش احط a scenery، اوكي، انما هنا view، لا a beautiful view. it's a nice day today، it's a nice day. ايه ده، هي day بتتجمع؟ اشمعنى weather؟ ما هو انت عندك day، days، two days، three days، four days، صح؟ مش كده؟ it's a nice a nice day today، ولكن لما تيجي تحط كلمة weather مش محتاج تحط ال a. it's nice weather today. تمام، we had a lot of bags and cases، احنا معانا الكثير او العديد، الكثير من bags الاكياس او الشنط، and cases والحقائب برضو الشنط، cases اللي هي الشنط اللي بتشيلها زي الملابس وحاجات من دي، وbags اللي هي الكيس العادية البلاستيك. we had a lot of baggage، او كلمة luggage، احنا معانا الكثير من الحقائب اللي هي بتاعت السفر في الغالب. these chairs are mine، ضيف كلمة these للكلمات اللي بتيجي مع الجمع المعدود اهو، these chairs are mine. this furniture is mine، هذا الاثاث ملكي، مالي انا. الكراسي دي مجموع تتجمع، these تتجمع، انما عايز اقول الاثاث بقول ايه، this furniture، ما اقولش these furniture، خلي بالك لان furniture هيعامل معاملة المفرد لانه اسم غير معدود. that's a good suggestion، that's a good advice. أنا آسف، that's good advice، ما ينفعش أقول a good advice. that's a good suggestion. الكلمة دي معانا بقالها كام يونت من زمان، طلعت لي برضه النهارده.
اقتراح جيد، اقتراح جيد. انما هنا that's good advice، دي نصيحة او نصائح جيدة، بس هنا عشان احط الاز يبقى هي نصيحة. و اذا ما ينفعش تبقى جمع اقول that are، لا طبعا هي لو جمع مش هقول that، هيقول those، صح؟ ده هيبقى درس اساسا كمان، this و that these و those. اوكي those، I'm sorry those، والله لازم. عندنا كان درس جميل النهارده، التفريغ. اتمنى ان يكون السؤال اللي انا سالته في اول الدرس خالص، اللي هو كان عنوان الدرس هل في كلمات تحتمل انها تكون countable و uncountable، يكون جاوبنا عليه في سيكشن A، وسيكشن B يكون واضح خالص، الدرس بسيط وسهل ومفيش مشكله. خلي بالك من الكلمات اللي ما تنفعش تيجي، او لو انت هتحولها من countable ل uncountable انت هتغير الكلمه خالص، يعني كلمه a job ما ينفعش اقول a work، انما تحط work. اوكي فيو، فيو عادي، انما سيناريو مش عادي. دول مهمين جدا جدا جدا، لان احتمال يجيلكوا في اختبارات او الاسئله او حد يسالك فيهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله انتظرونا في الدرس الجاي، تكمله للكاونتبل والانكاونتبل، المعدود والغير معدود، مع الكلمات بقى اللي تيجي مع الايه والان وصم وايه حكايتهم. وبرده الدرس اللي بعدهم الايه والان، لا ده يعني شويه على شويه. شكرا والقاكم على خير، هذا بلا توفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في أمان الله، مع السلامة.